لا يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجون أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل
المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتح الله لك يا مولانا تقبل الله منا ومنكم يا رب جزاك الله خير يا أخي محمد تفضل حضرتك سألت الشيخ جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه
سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وهو أعلم بالمهتدين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء وأن عسى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر أكرمك الله أكرمك الله تقبل الله منا ومنكم يا رب آمين يا رب جزاكم الله كل خير الله يحفظك again إن شاء الله I'm just going to go over the announcements really quick before Shaikh Mustafa Omar logs on as we wait for him. So let's start inshallah. Mustafa Omar is logged on, inshallah. So we'll get started with the talk. Shaykh Mustafa Omar is the resident imam. He completed a BS in Information and Computer Science from UC Irvine, a BA in Theology and Islamic Law from the European Institute of Islamic Sciences in France, and in a master's MA in Islamic Studies from the University of Gloucestershire in the UK. He has served as an imam and activist for over a decade and is currently the founder and president of California Islamic University. So, Sheikh Mustafa, inshallah, go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everyone hear me and see me? Can't see you, but we can hear you. You can hear me? Yeah. There we go. Can you see me now? Yes, we can see you. Okay. Alhamdulillah. Shaykh Rahman Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. So
No, I really wanted to talk about today the idea of fasting and what we're doing it for. And really, you know, oftentimes what we end up doing is we end up fasting by avoiding food, by avoiding drink, by avoiding, you know, intercourse and the things that we need to avoid. But at the end of the day, we sometimes end up engaging in other things that we are supposed to be refraining from. And, you know, I classify all of that stuff that we need to avoid as nonsense. And it's very difficult because, especially given the circumstance that we're in today, oftentimes it's very difficult to fast from nonsense. I think especially people who have been fasting for many years, some of us have been fasting 20 years, some, mashallah, 40, some maybe 60 years you've been fasting for, alhamdulillah, may Allah, you know, give you a long life and preserve your health. Many people have gotten used to it. Alhamdulillah, I know people who are in their 80s, even people who are in their 90s, even with some health complications, alhamdulillah, their iman, their resolve is so firm, they keep on fasting. You know, even if someone says, you know, you might be getting a little bit old, maybe it's time, you know, to consider not fasting each and every single, you know, one of the days, they're still fasting. Alhamdulillah. But the challenge for many people usually is water. But after water, the biggest challenge is not so much food. It's not so much eating French fries or eating pizza or biryani or, you know, eating a falafel or something like that. It's really engaging in the nonsense that we end up engaging in our lives. And that's why, you know, we really need to reflect on it. Now, if we look at the way our bodies are, right? How many calories does the average human being need to survive or need to maintain its average weight? According to research, they say the average male needs about 2,500 calories. Average female needs about 2,000 calories, right? That's the physical aspect of our, you know, makeup. How many words does the average person speak? Okay, according to a few studies, they say the average male speaks 7,000 to 10,000 words. The average female speaks 20,000 to 25,000 words. Now, some people may laugh at that and they say, yeah, you know, I know that's true. Other people may laugh at that and say, you know, that's not true, that's not the case or something like that. But the reality is that Allah subhanahu wa ta'ala has made people different physically. Allah subhanahu wa ta'ala has made people different hormonally. And we need to understand that Ramadan is the time and the opportunity where we get to cut not only our physical calories, but we get a chance to cut certain types of speech that we're engaging in. More words that we speak, the more interactions that we have, the more likely it is that we can easily fall into the idea of talking bad about other people. Need to be careful. So the Prophet ﷺ, he said in authentic hadith, said, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. He says that whoever does not give up false speech, according to that, and ignorance, use the word jahl, right? It's nonsense. Whoever does not give up all those things and give up nonsense, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, that Allah is not in need of that person that they give up their food and their drink. What does that mean? First of all, Allah subhanahu wa ta'ala, He doesn't need us to do anything. He doesn't need us to fast. He doesn't need us to do anything at all. But additionally, on top of that, right, the Prophet ﷺ is reminding us that if you're going to put all of this effort, you're going to put all of this energy into fasting, you're going to put all of this effort and energy into giving up, you know, certain things, then why are you doing it? Right? You're doing it because you want to have, you want to make sure you're getting some reward for that. You want to make sure that your deeds are being rewarded, right? You're not putting all that effort in for nothing. Like, can you imagine somebody goes to the gym every day, right? Or nowadays their home gym, right? And they're doing their exercise, they're doing their workout, and they're doing their pull-ups, and they're running, and they're walking, and everything. And there is absolutely no benefits whatsoever. Right? Can you imagine? There's
zero benefit. There's no health benefits. There's no weight loss benefit. There's nothing. You say, well, why did I put all the effort in there? I did the work. I put in the effort. It hurt. I was sweating. I was going through all of these things. What's the point of all that? And the answer is, you put in that energy, you put in that effort specifically for, you know, gaining some kind of benefit. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what is he saying? He's saying, if you're going to fast, you should be fasting. You're going to put in the energy by giving up food. You're going to give up drink. You're going to give up intercourse. If you're a coffee drinker, you're a chai drinker, you probably have a little bit headache, you know, in Ramadan. Hopefully it's adjusting now. The headache is starting to go away. You're going to go through all of this discomfort for what? What are you doing it for? If all your reward was going to be nullified, if all your reward was going to be taken away, then what's the point? So the Prophet ﷺ is reminding you that if you're fasting, you're doing all of these things, but you're not giving up false speech, you're still saying bad things, you're still lying, you're still witnessing, you're selling your products through lies, you're gossiping about people, right? And you're just doing all sorts of other bad things, foul language, whatever it may be, then your reward with the fast may become nullified. So nobody wants that. So we need to be very careful when it comes to our tongue. We need to really think about that, right? This is an opportunity where we need to train our tongue to be very careful, especially about foul language. A lot of people, you know, it's gotten out of hand, subhanAllah, that so many people use foul language, they use bad language because they've become accustomed to it. Even at work, it's very common. People will say all sorts of bad words, which are clearly bad words, and we're not supposed to be doing that as Muslims. The Prophet ﷺ, he said, Allah subhanahu wa ta'ala hates the one who uses that foul language, that obscene language. So this is an opportunity in Ramadan to, one, clean out our tongues from foul language. Number two, to be careful of gossip. It's very easy to fall into gossip, even if we're, you know, even if we're socially distancing ourselves from other people, it's still easy to gossip about other people. Talking on the phone to someone, having a conference about something, and you start talking about, you know, do you know so-and-so is like this? Do you know so-and-so? They're going through marriage problems, and oh, they have a problem with their children. Their children are, you know, one of their kids is off on the wrong path and doing, you know, certain bad things and all that. Why do you need to talk about those things, right? Why do you need to get involved in other people's business? Why do you need to take a stand when you haven't heard both sides of the story? There's no need to talk about people like that. The gossiping, backbiting, these type of things can nullify, it can void all of the effort and the energy that we're actually putting into doing this fast in the month of Ramadan. So if we're doing that, we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. If we're doing that, we need to be very cautious. We need to be very careful and think about what we're trying to achieve. Okay? Give me 1 second. I just need to plug my computer in. Be right back. Sorry. Laptop battery is not what it used to be. All right. So, alhamdulillah, so we need to be careful about that. Also, we need to look at the sincerity of our worship. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said in a hadith which is hasan, which means it's sufficiently authentic, he said, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a." There may be somebody who is fasting and they gain nothing from their fast except hunger. What does that mean? That means that someone may put in all the effort, they're doing the fasting, and all they got is hunger, which is nothing. We don't fast in order to get hunger. We fast in order to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We fast in order to gain reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And he continued and he said, وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرِ. And there may be somebody who is standing up, qa'im, meaning somebody who's standing up for prayer. And what do they get? لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرِ. They get nothing from their standing up at night for taraweeh, standing up at night for extra tahajjud prayers. All they get out of it is fatigue, is tiredness.
that's not the purpose, right? Behind why we stand, right? I know the masajid are closed. We're not able to pray Tarawih inside the masjid. But when people used to go to the masjid, they would stay very late. They get tired, especially last 10 nights, we get very tired. We put in extra time, extra effort, extra, you know, energy into ibadah, into acts of worship. Why? Is it so that we can just get tired? Does Allah like us to be tired? No, that's not the purpose. It's because that action, that prayer is being done with a level of sincerity. Allah subhanahu wa ta'ala loves it when there's a level of sincerity, there's a level of hard work that's put in for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that there can be someone who is fasting and they're not getting what's supposed to come out of fasting. There can be somebody who is standing up at night, long nights in prayer, and they're not getting what they're supposed to get out of prayer. Why? Maybe their mind is wandering all over the place. Now this happens to a lot of people. Praying Taraweeh, saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. And then in between, somehow, we got lost in our business. We got lost in our work, thinking what project we're going to work on. We get lost in, I wonder what I'm going to eat for suhoor, you know? Am I going to make scrambled eggs, or am I just going to go with pancakes? Or what am I going to have? And then all of a sudden, it's like, oh, wait a minute. It's time for ruku. Allahu Akbar, go into ruku. Especially when you're praying on your own. So if our mind is not there, if we're not focusing, if we're not concentrating, if we're not having the right khushu' and we're thinking about other things all over the place, then we have to slow down. It doesn't mean you stop the salah. You keep the salah. Keep doing it. Don't try and cut down. Because this is one trick of shaitan, by the way. One trick of shaitan says, oh, you know what? Your prayer is not up to par. Your prayer is not where it should be. Okay, then there's no point of doing it. This is whisper from shaitan. Don't get tricked into doing that. Keep doing your prayer. The more you do, the better. But what you do is while you're increasing quantity, you want to also be increasing quality as well. Quality is extremely important. And I think this, you know, not sure what happened, but somehow, you know, something happened to the Muslim Ummah where we started focusing so much on quantity and we did not put enough due diligence or enough effort in focusing on the quality of what we do. We should be quality people. We should be quality Muslims. We should be people who are putting in the effort and the energy, not only in the amount of prayer we do, but in the type of prayer. Not only in the amount of pages that we recite from the Quran. We're not just trying to finish one or two or three, four recitations of the Quran, however many you can do. We want to put quality in there. We should be reading the Quran with reflection. We should be reading the Quran and we come across a verse that mentions something about how Allah subhanahu wa ta'ala punished people. And we should be taking the lesson from that. We should be afraid. We should say, is Allah subhanahu wa ta'ala going to punish us because we're acting like the people in the story? When we come across something else, talks about da'wah, talks about how the prophets were delivering the message to their people. We should be taking the lesson, reflecting, am I conveying the message of Islam? Am I engaging in da'wah? Am I doing da'wah to my friends and family and co-workers and all sorts of people? Da'wah to Muslims and da'wah to non-Muslims. Da'wah to both. Non-Muslims primarily, and then Muslims as well. There's a sense of da'wah that takes place. We need to reflect upon that. And, you know, that is one way we can increase our quality. When it comes to the fasting that, you know, we were talking about, you know, just to come back to that point, the fasting can easily be nullified as well. And this is something I think I'm hearing from a lot of people in the community that they're facing. What's happening is that a lot of families, you know, the families are together, alhamdulillah. This is an amazing thing, actually. So the one huge blessing that has really, I think a lot of people have acknowledged that has come out of the coronavirus pandemic is that it has forced families to come together. And if you think about it, subhanAllah, the family system is disintegrating in America. And one of the things which is causing the disintegration not only is materialism, individualism, and all that, but it's this thing right here, right? You see smartphones and these tablets and these things that we have. What we end up doing is we're sitting there. Many people, they can barely get a meal in with their family. And if they have a meal together, they're all sitting on their phone and they're all, you know, typing away and they're chatting and all of that stuff. You know, there was
an interesting commercial that came out from I think it's called Common Sense Media. And Common Sense Media, they had basically like a funny commercial about what's happening. So they show a mom and dad, and they're sitting at the, you know, they're sitting at a dinner table, and they're both on their phone. And their little son comes and says, you know, mom, dad, we're going on a field trip to Mars tomorrow at school. And the father goes, oh, that's great. You know, make sure you take some pictures, you know. And then the mom, all half listening as well, the mom goes, yeah, that's fantastic. You know, I hope you have a really good time. And the son is just looking at them like, okay, it was a joke. Like, we're not really going to Mars. It means that people are not really paying attention because they're so distracted in their lives. And the distraction in their life is not only affecting them on a psychological level, not only affecting them on a physical level, but it's affecting their entire family and their dynamics that they have. So this has been going on for a long time. You know, people who are involved in technology, they understand this the best. You know, there's one city in America where there is an acknowledgement of this, and there's a wide variety of babysitting services now which are called device-free babysitting. So when you hire a babysitter, right, this is again prior to the pandemic, when you hire a babysitter for your children, there are certified babysitters where they have a checkbox which says, we are device-free babysitters. What does that mean? That means that we will not turn on the TV, we will not hand a tablet to your children, and as a babysitter, I will not pull out my own phone and sit there on my phone being distracted while I'm supposed to be supervising your children. I want you to just think, guess which city that is? Silicon Valley. Okay, in the San Francisco area. Silicon Valley, where all the technology is developed, they're the people who understand the effects of technology on these children. You know, Steve Jobs, the creator of, you know, the creator of the iPhone and the iPad and, you know, creator in the sense, they asked him, they say, you know what do you think about your kids, you know, getting an iPad, they're going to love it. And he answered very seriously. He was like, oh, my kids? No, they're not going to be allowed to use the iPad. Basically, no, too dangerous for them, you know, until they grow up. Children, no, we're not going to be able to use the iPad. Right? Because it's going to ruin them to an extent. He understood that, and he's the guy who's designing the device. Right? He's the guy who's coming up with the idea and, you know, engineering it and having the team bring it together. So, subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala has given this blessing in disguise where families now are forced to come together, which is amazing. Students are home from college. There's that opportunity to kind of reconnect, reestablish that family. But with that comes a lot of challenges, right? And one of the biggest challenges that I'm hearing from a lot of people in the community is that, you know, they're not used to having their kids at home who are used to being in school. They're not used to being with their spouse, having to work from home and then get distracted in the home. And, you know, husband and wife are both at home all day long, and starts to bother them, and people start to lose their temper, and they start to lose their anger. They start to get angry, and they can't control themselves, you know, especially near the end of the day when it comes to fasting. So when this happens, what do? We need to reflect upon this hadith of the Prophet ﷺ, which is in Sahih Muslim, is that إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا, is that when any one of you wakes up and you're fasting, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ, do not do anything wrong, do not say anything bad, do not do any type of ignorance. And then he says, فَإِنْ إِمْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ, if somebody comes along and insults you or tries to fight with you, فَلْيَقُلْ, you should say, that person should say, إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ. Basically, it means that the person says out loud, I am fasting, I am fasting. Now what does that mean? Right, that means you got to control your anger, and if somebody messes with you, doesn't matter if it's your husband or it's your wife, doesn't matter if it's your children, this is the opportunity, this is the time to stay full of yourself. This is the time to remember you don't want to nullify all the reward that you're supposed to be getting from refraining from food and drink the whole day.
So this is a time where you have to say it out loud sometimes. And who are you speaking to? You're not speaking to the other person. Some people, they misunderstand this hadith and they say, you know what? Don't mess with me, okay? The Prophet ﷺ, he told me to say I'm fasting. So I'm fasting, so don't mess with me. That's not what it means. Right? You're primarily speaking to yourself. You're reminding yourself, I am fasting. I need to control myself to the extent where you say it out loud. Right? So you remind yourself, I am not going to do something. I am not going to get angry and upset. It could potentially nullify or ruin my fast. And the reason why is that someone tries to mess with you. It's you, when you have a headache later on in the day, you're tired, there's fatigue, you're hungry. You know, it's much easier to snap and get upset or lose your control, to lose your temper. We need to be very cautious about that. We need to make sure that we remain in control of ourselves. We need to make sure that we are learning self-discipline. We are learning self-control when it comes to our fasting. These are, you know, just some of the reminders that I wanted to give. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this fast and make this Ramadan the best Ramadan we've ever had. The last thing I'll just point out is that we have to remember in Ramadan also to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. This is something that sometimes we go to Allah and we make lots of dua for things that we want. We want happiness, we want bliss, we want our business to flourish, we want to be good in our career, we want our jobs to resume if we're on, you know, temporary furlough. We want all of these things. We ask Allah whenever we need things. But remember that one of the most important things that we need in our lives is we need maghfirah. We need the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you think about, you know, every mistake you've made in life, if you think about everything, Allah subhanahu wa ta'ala is arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful of the merciful people that could ever exist. We should not shy away from asking Allah for forgiveness. And we should not forget to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness because we need it. If you or I think we don't need it, then we need it because we're arrogant. Then we need it because we're not really understanding ourselves. The reality is all of us do certain things. All of us, even, you know, the type of thoughts that go through our mind that Allah is forgiving, He's not going to hold us accountable for, but we still ask Allah for forgiveness. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that even I ask Allah for forgiveness 70 times a day. In another riwayah, in another narration, he said 100 times a day. Can you imagine? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is asking Allah for forgiveness 100 times a day. And how much are we asking Allah? Let alone per day, how much are we asking Allah subhanahu wa ta'ala for when it comes to, you know, in Ramadan, let alone on a regular basis. So do not forget to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And one of the best du'as in the month of Ramadan that you can use, many du'as, you can use any du'a, you can speak in English, you can ask Allah subhanahu wa ta'ala in any language you want, in Urdu, you know, in Arabic, your own words, whatever it may be. But the best du'a, one of the good du'as was reported by Aisha radiallahu anha, where we say, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. O Allah, indeed you are the forgiving. Tuhibbul afwa, you love to forgive, fa'fu anni. So forgive me. Right? This is one of the excellent du'as that we can make throughout Ramadan and especially in the last 10 nights of Ramadan. Remember to ask Allah for forgiveness. And also please keep me in your du'as as well. And please remember to ask Allah for forgiveness for me as well. So I will conclude there. And I think there might be some time for Q&A, inshallah. Jazakallah khair, Mustafa Omar. Allah yubarak fiik. May Allah reward you. May Allah reward you and give us the benefits of what you said, inshallah. Ameen. Jazakallah khair, Shaykh. Shaykh Mustafa, I think we're going to move on, inshallah. Thank you so much for everything. Okay. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and continue your du'as. Ameen. Jazakum Allah khairan.
Before we go on, just a few announcements, inshallah. Pulling up my screen here. So we have a interfaith event, inshallah, on May 16th. So as most of you know, we normally have an interfaith iftar. During Ramadan, we invite the non-Muslim neighbors, church leaders, city folk, to our masjid, and we break our fast and we show them what Ramadan is all about. But unfortunately, with given circumstances this year, we're not able to do so. So we have to think outside of the box. And one of the ideas we came up with, subhanAllah, as a committee, is an online interfaith event on Saturday, May 16, 2020, at 3 p.m., inshallah. It's going to be on WebEx, and we are going to, go over what is Ramadan. SubhanAllah, during this COVID-19 time, it has taught us that, no matter what pandemic can hit us, no matter what natural disaster can hit us, Ramadan doesn't change. We may not be at the masjid, but our fast is intact. Our remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is intact. So this is an event, I encourage all of you to invite your non-Muslim neighbors and friends, maybe family members if you are a revert, and also church leaders if you may know them, so that they can understand what it means to be a Muslim, especially in Ramadan, especially in COVID-19, inshallah. I won't go through all the announcements, but there are a few announcements I was told to bring up. Ramadan iftar, we need people to sponsor. It's $15 a day. If you are interested, inshallah, please contact Brother Samir Jisri. His phone number is 310-864-3503. And the last one, inshallah, I know we're running a little short on time. Remember to pay before Eid. $10 per person for a household. Your donations will be given to people in need. Pay through the following, Mohid or PayPal or personal checks. And you can do so through the masjid website, inshallah. So as I conclude, I'm going to give off the presentation to Dr. Muhammad, and you can begin your recitation, inshallah. You can share your screen now, inshallah. Okay, inshallah. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا
فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فتح الله لك يا مولانا، جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم يا شيخ محمد. جزاكم شيخ عثمان، تفضل. الله يرضى عليك. الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن وآتيناه في الدنيا حسنة
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. يا رب اللهم تقبل منا ومنكم جميعا يا رب. طيب ان شاء الله افترض دعاء ان شاء الله عبد الواحد ورز اذن ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الصيام والقيام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا راد لما قضيت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نستهديك ونسترضيك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا أرحم الراحمين أعنتنا على الصيام فتقبله منا وأعنتنا على القيام فتقبله منا. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا وعن جميع خلقك البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. يا من تقول للشيء كن فيكون ائذن بفرج قريب عاجل من عندك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين
وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واحفظنا والمسلمين والمسلمات وأهلينا أجمعين، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، فرج كرب إخواننا المكروبين، وأحسن خلاص إخواننا المعتقلين المظلومين. اللهم أذن بفرج من عندك قريب يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا يا ربنا في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين الفائزين، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد. تفضل يا أخ عبد الواحد. عبد الواحد موجود؟ شيخ حمدي، I think محمد زهدي is gonna make. محمد زهدي maybe، صح محمد زهدي إن شاء الله. سوري أنا سيسند من محمد زهدي بس I don't know. No problem. No go for it. Go for it. I can't. Sorry. ها؟ تقدرش يا محمد؟ يا شيخ. محمد زهدي ما تقدرش؟ الله عبد الواحد مش موجود، مش موجود عبد الواحد، مش موجود، it's not here. يلا go ahead يا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب العالمين. صلاة القدر. جزاك الله خير everybody إن شاء الله. Stay tuned, inshallah, we will have... Inshallah, جزاك الله خير يا بلال, may Allah accept. سمحنا يا أخ محمد زهدي, الله ساعات الواحد بيقول اسمه كده ما بقاش مركز يعني. الله يكرمك الله. الله يكرمك الله يحفظكم. تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خير, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. Sorry, brothers and sisters, inshallah, just one minute. سبحان الله, I received today many messages from many people about hadith that Prophet Muhammad Sallam, he said, if it is the night of the middle of Ramadan, came in the night of Friday, something big will happen, earthquake, and so close the door, and so. This hadith, it is fake hadith, completely wrong. Prophet Muhammad Sallam, he did not say this hadith. If you hear any hadith like that, don't trust this hadith, don't also send it to someone. So, because today I received many, and some people, they verified, they said that this hadith, narrated by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this hadith completely fake hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he never said that. So don't listen to this, and don't also spread it in the WhatsApp group or so. That's wrong. Inshallah. Jazakumullah khair. Allah yahfazuk. Jazakumullah. Take care, everybody. Inshallah. Assalamu alaikum.